أن توضأت لصلاة المغرب وضعت الأصباغ على وجهها، فقال لها من حولها: صلي المغرب والعشاء. قالت: لماذا؟ قالوا: لأنك ستحتاجين في العشاء إلى الوضوء مرة أخرى، وستذهب هذه الأصباغ كلها، فاجمع الصلاتين مع بعضهما. قالت: لا والله، لا أفعل ذلك، ومن يحل لي ذلك؟ وكيف أفعل هذا وفي أول ليلة من ليالي العمر، كما يقال، في ليلة يشكر الله فيها، أعصي الله عز وجل؟ والله لا أفعل. فلما جاء وقت العشاء توضأت، ثم صلت العشاء، وفي السجدة الأخيرة من الصلاة قبض الله روحها. لم تكن تعلم هذه الفتاة أنها على موعد مع ملك الموت بعد دقائق معدودة. انظر كيف يحفظ الله أولياءه، كيف أن الله عز وجل لا يضيع من حفظه. أما ذلك المفرط، ذلك المضيع، ذلك المسوف الذي طالما وعظ فما اتعظ، وطالما ذكر بالله عز وجل فما تذكر، ستأتيه ساعة والله يندم فيها ولا ينفعه الندم. بأي وجه سيلقى الله؟ بأي وجه سيقابل ربه حينما يقف بين يدي الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه لا قريب ولا صاحب ولا مال؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أقرب الناس إليه يفر منهم، فكيف بغيرهم؟ يخاف أن يكون لهم حقوق عليه فيطالبون بها بين يدي الحكم الذي لا يظلم عنده أحد. فبماذا سيقابل الله أمثال هؤلاء؟ يقابلونه بالمعاصي، بالليالي السوداء، بالغدرات والفجرات، بالفواحش والسفرات يمينا وشمالا وارتكاب الفواحش، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يخرجون خارج البلاد حتى لا يراهم أهلهم وذووهم، ونسوا أن عين الله لا تنام، أن الله يراهم في طائراتهم، في بحارهم، في شققهم، في مغاراتهم، في جوف البحار، في أعلى الجبال، في أماكن السماوات وأبراجها العلا، لأنه سبحانه محيط بكل شيء. استحوا من الناس وما استحوا من الله، استخفوا من الناس وما استخفوا من الله، خجلوا أن يراهم الناس على المعصية وما خجلوا من رب البشر جل وعلا. ماذا سيقول هؤلاء